رجعنا من البريك لنتابع معكم مشاهدينا ونتعرف أكثر عن نادي أبناء الحياة اللي موجود ببيت لحم والقدس أيضا، لحتى نتعرف عن أبرز الفعاليات والأنشطة الصيفية. رح نعرف عنه أكثر مع ضيفنا موسى بول السفر، منسق نادي أبناء الحياة ببيت لحم والقدس. أهلا وسهلا فيك موسى عبر شاشة سوبورو. أهلا وسهلا فيكي وببرنامجكم اللي دائما تبدعوا فيه يوم بعد يوم. الله يبارك فيكم وفي تعبكم. شكرا شكرا كثير، سعيدين بوجودك معنا اليوم موسى لحتى نحكي اكثر عن النادي وعن الفعاليات والنشاطات الكثيره اللي عم بتقوموا فيها، ولكن بدايه اذا ممكن تخبرنا ايش هو النادي، نادي ابناء الحياه، ولمين عم بيكون تابع؟ النادي هو يعني بيقدم العديد من النشاطات كتعليم الكتاب المقدس، اللغه السريانيه، الموسيقى، تراتيل، رسم، الحرف اليدويه، عمل الحلويات والالعاب الهادفه. كما نعمل على تقديم المحاضرات بمواضيع مختلفة من قبل أساتذة مختصين، وهي المواضيع تشمل الصحافة، كيفية التعامل بالتواصل الاجتماعي، والتعرف على الأماكن الدينية والسياحية في بيت لحم والقدس وغيرها من المواضيع. وبتبع هذا النادي إلى النيابة البطريركية للسريان الأرثوذكس في الأراضي المقدسة. حلو كتير. طيب إيش كان الهدف الرئيسي من تنظيم أو من تأسيس النادي؟ هلا الهدف الرئيسي لهذا النادي هو تشجيع الشباب، شباب الكنيسه حوالين هاي الكنيسه، لانه احنا طبعا الكنيسه بدون شباب، بدون صبايا يكونوا يعني في لهم لهفه لهي الكنيسه ما راح يزبط. فهدفنا الوحيد هو تجميع الشباب للكنيسه، للرهبان، لكل شخص موجود في الكنيسه. حلو كتير، أكيد الله يقويك أنه تصلوا لهذا الهدف من خلال عملكم الكبير اللي عم بتقوموا فيه. إذا بدنا نرجع للبدايات شوي، شلون اجت الفكرة لحتى يتم تأسيس نادي أبناء الحياة؟ الفكرة نبعت من الأب الربان برسوم كندو قبل 3 سنوات، كان حابب يعمل نشاطات للفئات العمرية اللي هي ما بين 11 و17 سنة. هاي الفئات بالعادة عندنا في بيت لحم ما إلها نشاطات وفعاليات خلال الصيف، وحب إنه يعمل نادي يتضمن العديد من النشاطات اللي ذكرتها سابقا لحتى نفيد ونسلي هاي الفئات العمرية. فقام باقتراح الفكرة علي، وأنا طبعا تشجعت للفكرة لأنها فكرة جديدة ومهمة لهذا الجيل. وطبعا النادي بأول سنة كان تحت رعاية مثلث الرحمات المطران مار جابرييل نحو دنخة، ومن بعدها استلمها نيافة المطران مار أنتيموت جاك يعقوب راعي هذا النادي، وإن شاء الله ربنا يقويه ويعطيه الصحة لاستمراره لهذا النادي. إن شاء الله أكيد الله يقويكم دائما كلياتكم مع بعض لحتى تستمروا بهاي الرسالة. إذا الفئات العمرية مثل ما ذكرت موسى هي من 11 ل17 سنة فقط، ما في أعمار الطفولة أنه تكون موجودة ضمن النادي؟ هذا الأعمار الموجودة. تمام. طيب بالنسبة للمشرفين أو المعلمين، إن كان عم بيكونوا اختصاصيين أو لا، شلون عم بيتم اختيارهم لحتى يكونوا موجودين ضمن النادي ويعلموا هاي الفئات العمرية من 11 ل17 سنة؟ تمام. احنا في البدايات بنحط خطه للنادي وبنحصر النشاطات اللي بدنا نسويها في هاي السنه او اي سنه، بنقدمها خلال هاي الفتره. من بعدها بنحسب يعني بنحط شخصيات وناس، كوادر مختصه للاشياء اللي احنا حطيناها. طبعا بنبعث للمشرفين والمعلمين وبنتواصل معهم وبننسق معهم على ما نرغب بتقديمه خلال فتره النادي. تمام. طيب بالنسبة للمنهج اللي عم بيتم تعليمه أو المواد التعليمية، شلون عم بيتم اختياره أو إيش هن هدول المناهج اللي عم تستخدمه ضمن نادي أبناء الحياة؟ إحنا صراحة ما في منهاج معين أو منهاج ثابت. إحنا كل سنة بنقوم بوضع منهاج ومادة معينة بنقدمها خلال فترة النادي، وهذا المنهاج طبعا يشمل جميع المواضيع اللي ذكرتها ببداية المقابلة. وكل سنة أو كل صيف بيكون النشاطات والمنهاج مختلف عن السنين السابقة لحتى نقدر نفيد الشباب بمهارات جديدة. تمام. طيب الفترة اللي عم يمتد فيها النادي يعني إيش قد عم بتكون، شهر شهرين أو طول فترة الصيف؟ نحن 3 أسابيع هي فترة النادي. كل سنة بنسوي 3 أسابيع.
تمام. طيب الأبرز التحديات اللي عم بتواجهكن خلال هاي الفترة، خلال فترة العمل ضمن النادي، إذا ممكن تخبرنا عنها؟ احنا من اكبر التحديات اللي هلا بنواجهها في النادي وبالاخص هاي السنه هو الوضع السياسي الراهن، لان ما بنلاقي صعوبات، بنلاقي صعوبات وخوف بالتنقل بين المدن، وطبعا هذا جزء من النشاطات اللي بنعملها في النادي سواء للهدف الترفيهي او الهدف التعرف على الاماكن الدينيه والسياسيه السياحيه سوري في الاراضي المقدسه. تماما. طيب هلا اذا بدنا نحكي بالاختصاصات او بالمواد اللي عم بيتم تعليمها وابرزها اللي مثل ما ذكرت اكيد هو الكتاب المقدس، فشلون عم بيتم دمج الكتاب المقدس او تعليم الكتاب المقدس ضمن البرنامج التعليمي والترفيهي للنادي؟ تمام. نحن بالنسبه لنا الكتاب المقدس هو رسالتنا لهذا النادي، لانه العديد من الشباب والصبايا هالايامات ما في وقت لهم انه يفتحوا هذا الكتاب، فاحنا هدفنا الوحيد هو توصيل هاي الرساله. طبعا احنا في النادي كل صبح عندنا قراءه من الكتاب المقدس، ومن خلالها راح يكون في حصه لشرح هذه القراءه، وبندمج القراءه هاي بالعاب سين جيم، بنعطي انه نحفظ ايه ومين اشطر واحد يحفظ ايه، وطبعا بيكون في قراءه قصص ومن الكتاب المقدس. حلو كتير. طيب إذا ممكن كمان تخبرنا أو تطلعنا على الطرق والأساليب اللي عم تستخدموها مع الشبيبة المستهدفة من عمر ال 11 لل 17 لحتى تجذبوها أكثر للنادي ولا الكنيسة؟ لازم كل شاب وصبية يكون عارف أهمية الكنيسة ومن ثم النادي، وهذا من واجبنا نعمل توعية وإرشاد لجيل الشاب. ثانيا التوعية، ومنحاول قدر الإمكان عمل نشاطات مفيدة لجلب انتباه الشباب للنادي والكنيسة. حلو كتير. طيب بالنسبة للنشاطات أو الألعاب الترفيهية اللي أكيد هي كمان جزء كتير مهم وخاصة خلال فصل الصيف، شلون عم بيتم اختيار الألعاب الترفيهية لحتى تكون هادفة أو تتناسب مع أهداف النادي؟ يتم اختيار الألعاب بما يتناسب مع هدف النادي وأعمار المشاركين، بكون الهدف خلق جو من الترفيه ضمن ما يتناسب مع إمكانيات النادي. تمام. طيب ممكن تشرح لنا شوي من هاي الأنشطة اللي عم بتقوموا فيها أو اللي عم بتنظموها لحتى تساهم حتى بتعزيز القدرات عند الشبيبة؟ تمام. من الأنشطة الترفيهية اللي نقوم فيها واللي كان هدفها روح التعاون والشعور مع الآخر، هو كان عبارة عن فريق بيكون يعني نايم على الارض وحاملين جاط ماء، وهذا الجاط يعني بدهم يستخدموه بطريقه انه بده يرفعوه ويتعاونوا مع بعض، والهدف منه هو روح التعاون، روح المحبه، قديش بدهم يحاولوا انه يسيطروا على هذا الجاط انه ما يوقع عليهم. هذا كان من الاشياء الممتعه للشباب والصبايا اللي في المخيم. حلو كتير. طيب من خلال خبرتكن بالسنوات السابقة ضمن عملكن بنادي أبناء الحياة، هل لاحظتن تغيرات أو تحسن بمستوى الطلاب أو بحياة الشبيبة من بعد انتهاء النادي؟ أكيد، وأكبر دليل أن الشاب والصبية اللي شاركوا معنا في السنة الأولى استمروا معنا حتى اليوم، وطبعا من سنة لسنة بنلاقي تغيير من الناحية الدينية والقيادية. حلو كتير. طيب بالنسبة للأعداد اللي عم بيكونوا مسجلين بأعمار الشبيبة، هل في ازدياد بالعدد من سنة لسنة؟ أكيد في أعداد، يعني السنة في أعداد هائلة حكت معنا حتى ما قدرناش نستقطب كل الأعداد. طيب إذا بدنا نحكي عن أبرز الفوائد، طالما في أكيد الأعداد كبيرة هي بدها تستفيد من النادي والشيء اللي عم يتقدم بنادي أبناء الحياة، إيش هن أبرز الفوائد اللي عم يحصلوا عليه الأطفال والشبيبة من خلال مشاركة بالنادي؟ هي أكيد الفوائد اللي بيحصلوا عليها الشباب والصبايا هو اكتساب مهارات جديدة بمجالات متنوعة من المهارات مثل الموسيقى، الطبخ، القيادة، تعلم اللغة السريانية وغيرها من الأنشطة. حلو كتير. طيب هل في عندكم خطط معينة لحتى توسعوا العمل أو توسعوا البرنامج وتطوروه بالمستقبل؟ طبعا كل سنة بنفكر إنه كيف نوسع البرنامج وأعداد المشاركين ونعمل نشاطات جديدة وتنوع في النشاطات.
حلو كتير، أكيد نتمنى لكم التوفيق خلال هاي السنة وأيضا بالسنوات المقبلة. للأشخاص اللي عم يسألوا شلون ممكن الآباء يسجلوا أولادهم ضمن النادي، هل في فترة محددة أو حتى خلال الثلاث أسابيع اللي أنتن عم بتكونوا فيها هل ممكن هن يسجلوا؟ طبعا احنا بنعلن عن هذا المخيم قبل بشهر من ميعاده، والتسجيل بيتم عن طريق التواصل الاجتماعي. حلو كتير. طيب من بعد هذا العمل الكبير اللي عم بتقوموا فيه وصلنا لختام حديثنا لليوم، موسى اذا ممكن بكلمه اخيره تحب تختم فيها الحديث. اكيد بحب اشكر قناه سوبورو على نشاطهم الدائم وتوصيل كلام الاراضي المقدسه للعالم اجمع، وعلى رأسهم قداسة البطريرك بارغناطس وفران كريم الثاني وكل العاملين في المحطة. وأشكر سيدنا المطران مار أنتيمور جاك يعقوب على دهم المتواصل للشباب والكنيسة، وكل الشكر والتقدير للأب الربان برسون كندو مسؤول نادي أبناء الحياة، وكل من الآباء الربان بولس خانو، الأب الربان يعقوب برطلة، والأب بطرس نعمة لدعمهم لهذا النادي والنشاط. وأشكر كل المعلمين والمشرفين مع حفظ الألقاب لما قدموه ويقدموه، وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك موسى، أكيد لألك لكل الآباء الكهنة ولسيدنا وكل المشرفين اللي عم بيقوموا بهذا العمل الكبير لحتى يساعدوا الأطفال والشبيبة ضمن الأراضي المقدسة ببيت لحم والقدس لحتى يكونوا أقرب للكنيسة ويسمعوا كلمة ربنا ويتعلموا أكيد لغتنا السريانية ويكونوا مبدعين بمختلف جوانب الحياة. شكرا كتير لألك موسى للمشاركة معنا وتعريفنا أكثر بهذا العمل اللي عم بتقوموا فيه ضمن نادي أبناء الحياة. شكرا كتير. شكرا. شكرا.